الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية قراءة سورة القدر في الصلاة في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين. طيب الله ثرامة، سنش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. قراءة سورة القدر في الصلاة في المنام لابن سيرين تدل في المنام على الخير الوفير والكثير، كما أنها من الرؤيا التي تبشر الحالم بالبركة والعمل الصالح. من رأتها في المنام قرأت عليها أو تلوت، فتدل على اجتناب فعل المعاصي، ثم تدل على التقوى والإيمان، حيث إن سورة القدر تدل في المنام على التمتع بالصحة والعافية في الجسد، وكذلك تدل على تحسن الأحوال كلها. تدل وتبشر رؤيتها في المنام على الحصول على الثواب الكثير والكبير، وكذلك تدل على طول الأجل للرائي. تفسير رؤية سورة القدر في المنام للمتزوجة: عند رؤية المتزوجة في منامها أنها تقرأ سورة القدر، فذلك دليل على العيش باستقرار في الحياة الأسرية، ثم تدل على تيسير الأمور في جوانب الحياة، حيث أن رؤية وقراءة سورة القدر في المنام تدل على التغيير في الحياة للأفضل والأحسن، كما أنها من الرؤية الطيبة والمحمودة. كذلك رؤية سورة القدر للمتزوجة في المنام تدل على تحقيق الأمنيات لها في الحياة، وتدل على قضاء الحوائج وتسديد الدين لها، كما أنها تدل على حلول البركة والخير الكثير والمتعدد في حياتها وأسرتها، وقد ترزق بالذرية الصالحة التي تقر عينها. تدل سورة القدر للمتزوجة في المنام تدل على الحمل عن قريب بإذن الله، ويسر قلبها بذلك الطفل، وسيكون ولدا بر بوالديه والله أعلم. سورة القدر في منام المتزوجة تدل على التمتع بحالة صحية جيدة بعد الشفاء من السقم. تدل رؤيته في المنام على الإنجاب بطفل ذكر، والتمتع بالصحة والعافية بعد الوضع، والفرح والسرور بالطفل الجديد والله أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا عشان ينجينا الله وإياكم من عذاب القبر، ولا تنسوا ختم القرآن الكريم كل شهر ولو مرة، فاللي بيختمه كل شهر مرة ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له 3 مليون حسنة. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.